السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. انقطاع خدمة الانترنت على المحافظات الشرقية ومطالبات بإنشاء مخرج انترنت دولي بالمكلا. ناشطون في حضرموت يطلقون وسم سعودية تنير اليمن لأجل استمرار منحة وقود الكهرباء. انطلاق منافسات الدورة الأربعة لبطولة المحبة والسلام لكرة اليد بالمكلا. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت على أوضاع مديرية تريم وأبرز احتياجاتها في الجوانب الخدمية وقضية تعويض المتضررين من كارثة السيول التي اجتاحت المحافظة في العام 2008. واستمعت السلطة المحلية خلال لقائها اليوم مدير عام مديرية تريم خالد هويدي إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه المديرية في مختلف القضايا ودور السلطة المحلية بالوادي والصحراء في إيجاد الحلول المناسبة لها. وثمنت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة مديرية تريم التي تسهم في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون. وأقر اللقاء تشكيل لجنة لمعالجة قضايا متضرري كارثة السيول عام 2008. التقى المدير العام للإدارة العامة للواجبات الزكوية بساحل حضرموت الأستاذ هشام بحميد بمكتبه صباح يوم الثلاثاء بالمدير العام لمديرية غيل باوزير الدكتور عدنان حمران لمناقشة تطوير آلية تحصيل الموارد الزكوية بالمديرية. وبحث اللقاء تحديث آلية التعامل مع كبار المكلفين ومتابعتهم لسداد ما عليهم من زكاة واجبة شرعا وقانونا، وكذا تحديث آلية احتساب الأوعية الزكوية على العقار المباع. ووقف الحاضرون أمام مناقشة إيرادات غيل باوزير للعام المنصرم تتضمن إدراج مكلفين جدد وزيادة نسبة الإيراد عن العام الماضي. وحث المدير العام للواجبات الزكوية مكتب التحصيل بغيل باوزير على تقديم خطة الاستهداف السنوية للعام المالي الحالي والرفع بخطط وتقارير شهرية عن نشاط المكتب لمتابعة سير أدائه وتقييمه شهريا. وخرج الاجتماع بتشكيل لجنة خاصة بكبار المكلفين تابعة لمكتب غيل باوزير على أن تقوم بإعداد قائمة محدثة لكبار المكلفين وتوزيعهم على خطة الاستهداف الشهرية للعام الجاري. انقطعت خدمة الإنترنت عن محافظة حضرموت والمحافظات المجاورة منذ ظهيرة يوم الثلاثاء نتيجة انقطاع كيبل الألياف الضوئية للمخرج الدولي بمنطقة حصوين قشن بمحافظة المهرة. ويأتي هذا الانقطاع نتيجة لأعمال الطرقات التي تعالج الخطوط المتضررة من الحالة الجوية الأخيرة التي شهدتها المناطق الشرقية ومحافظة المهرة. وطالب ناشطون حضارما السلطات المحلية بمحافظة حضرموت بالسعي في إنشاء مخرج دولي بمدينة المكلا تفاديا للانقطاعات المتكررة بخدمة الإنترنت، خصوصا أن تصور المشروع جاهز وقد تم توقيفها في عهد النظام السابق. ويأمل المواطنون في حضرموت أن يتم تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيشكل نقلة نوعية في المحافظة. نفذ عمال الصرف الصحي بمدينة المكلا حملة لمعالجة الإشكاليات التي تسببت في طفح المجاري بالمدينة جراء الانسدادات التي لحقت بالمنظومة خلال اليومين الماضيين، حيث قام فريق مختص من المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت بالنزول لعدد من المواقع التي شكلت مشكلة وأضرار كبيرة وسط التجمعات السكنية. واستطاع الفريق من معالجة بعض المشاكل التي سببتها الانسدادات، حيث انتشلت أطارات السيارات من داخل غرف التفتيش بشبكة الصرف الصحي والتي أدت إلى طفح المجاري.
أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الاثنين هاشتاغ السعودية تنير اليمن، شكر لدعم قيادة المملكة العربية السعودية بمنحة المشتقات النفطية للكهرباء. وأوضح مكتب منحة المشتقات النفطية للكهرباء بالمكلا بموافقة مبدئية من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تمديد المنحة للمشتقات النفطية لمدة سنة لتشغيل محطات الكهرباء بحضرموت والمحافظات المحررة والمجاورة بعد أن كانت تحت التجربة لمدة 3 أشهر. وتأتي هذه الموافقة بعد النجاح الذي حققته اللجنة الإشرافية بالمكلا لاستمرار التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة خلال 3 أشهر، وكذا الحفاظ على الكميات المخصصة وتوزيعها بالشكل الصحيح حسب الاحتياج. هذا وقد أعرب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي عن شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية على دعمها السخي لضمان استمرار التيار الكهربائي والحد من انقطاعه في فصل الصيف. قالت مصادر مطلعة أن جهود ومساع حثيثة تبذلها جهات عديدة على أكثر من صعيد من أجل زيادة القدرة التوليدية بشراء مولدات إضافية جديدة تصل قدرتها 75 ميجاوات في المحطة الغازية بوادي حضرموت. وأوضح مصدر موثوق لوكالة الأنباء سبأ أن تلك المحطة سيتم تركيبها على 3 مراحل تشمل كل مرحلة 25 ميجاوات، لتكتمل المحطة بقدرتها الإضافية الجديدة 75 ميجاوات، ليصبح إجمالي القدرة التوليدية بالمحطة الغازية للوادي 150 ميجاوات. وأضاف المصدر أن التفكير في زيادة القدرة التوليدية جاء نتيجة حتمية للنجاح الذي حققته المحطة الغازية الأخيرة البالغ قدرتها 75 ميجاوات بفضل التعاون المشترك من قبل كافة الجهات المعنية وعلى مختلف المستويات، وتكللت بتلك المحطة العاملة حالياً. جرى بمدينة سيهون التوقيع على اتفاقية شراكة بين صندوق النظافة والتحسين بوادي وصحراء حضرموت ومؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية في مجال تعزيز الأوضاع البيئية بالمدينة. وتشمل الاتفاقية تنفيذ عدد من البرامج التي تشمل مجال التوعية والنظافة وأهميتها وتحسين الشوارع في المدارس والأحياء السكنية، يشارك فيها طلاب وطالبات المدارس والفرق التطوعية الشبابية بسيئون، وتتضمن عددا من الدورات والمسابقات، وتهدف إلى غرس الوعي البيئي وأهمية النظافة في حياة المجتمع. نظم اتحاد الطب الرياضي بالساحل دورة الإسعافات الأولية وإصابة الملاعب للطب الرياضي الثانية بالمكلا التي يرعاها وزير الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت ويشرف عليها مكتب الشباب والرياضة. وتأتي الدورة التي تمولها مؤسسة روابي الخير ومركز جامعة حضرموت لطب الأسرة لمدة 2 يوم بهدف تأهيل المسعفين الطبيين بالأندية الرياضية وتعزيز تواجد المسعفين في النشاطات الرياضية بمديريات المكلا وغير بوزيرة وبروميفع وحجر. وتشمل الدورة على محاضرات نظرية وتطبيقات عملية حول إصابات الملاعب والإسعافات الأولية من قبل اختصاصيين بالطب الرياضي. هذا وتعتبر الدورة هي الثانية من نوعها بعد نجاح الدورة الأولى التي تم تأهيل فيها 12 مسعفا من أندية مديريات الشحر والديسة الشرقية والريدة وقصيعر وغيل بن يمين. انطلقت على ملعب الفقيد برادم بالمكلا منافسات المرحلة الختامية دور 4 لبطولة المحبة والسلام لكرة اليد التي تشارك فيها الأندية 4 المتأهلة من تجمعي سيئون ولحج، برعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، ويمولها صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة
بعدن بتنظيم من وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة اليد، وتستمر لمدة 3 أيام بمشاركة شباب القطن وتضامن المكلا وشرارة لحج وشعلة عدن. وفي مواجهة الافتتاح خسر التضامن مواجهته أمام شرارة لحج بنتيجة 13-11. السيدات والسادة، ختام هذه النشرة هاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. انقطاع خدمة الانترنت على المحافظات الشرقية ومطالبات بإنشاء مخرج انترنت دولي بالمكلا. ناشطون في حضرموت يطلقون وسم سعودية تدير اليمن لأجل استمرار منحة وقود الكهرباء. انطلاق منافسات الدورة الأربعة لبطولة المحبة والسلام لكرة اليد بالمكلا. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله. We'll be right back.